سيد الوزير المحترم، كثر الحديث مؤخرا على مطالبة مجموعة من الفعاليات بإلغاء عقوبة الإعدام وربطها بمقتضى دستوري يضمن الحق في الحياة طبقا للفصل 20. ولما كان لعقوبة الإعدام أثر بالغ في ردع المجرمين ووضع حد لبعض الجرائم الخطيرة، فإننا نسائلكم سيد الوزير المحترم عن التدابير التي تختمها للجواب على النقاش الدائر حول إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام أو التقليل من حالتها، وشكراً.